الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. دوم ركن الإيمان ده أركانه أغاب ملائكة باند إيمان ده. نؤمن بأنهم عالم غيب غابوا عنا لا نراهم. فدي باند زمان إيمان ده جاء عالم غيب دي مونج ندلي دليها غا. خلقهم الله من نور. الله رب العالمين ده نورنا فايدا كلي دي. يطيعون الله ولا يعصونه. ده الله رب العالمين إطاعت كيب نافرمانينا كي. لهم أرواح. تهوي روحنا دي وأجساد جسمنا دي وعقول عقلنا دي وقلوب أوزرنا دي. نؤمن بجميع الملائكة عليهم السلام بطول ملائكة عليهم الصلاة والسلام إيمان لرو. ونؤمن بمعلمنا الله من أسمائهم أو هرها غنمنا تي الله رب العالمين دودي مقترا خدري فهغيز من إيمان ده وصفاتهم داغي بصفاتهم إيمان ده وأعمالهم داغي بعملهم إيمان ده والأخبار التي جاءت عنهم والله أعلم أو هرها خبرت يا غي بارك من لركلا شوي ده فهغيز من إيمان ده